ما حكم من نسي صلاة العشاء ولم يتذكر إلا وقت صلاة الصبح؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. أولا يجب على المسلم الاهتمام بصلاته وأدائها في وقتها مع الجماعة، أن لا يتكاسل عنها أو يتأخر، لأن هذا مدعاة لإضاعتها ونسيانها. أما ما حصل من أن الإنسان طرأ عليه نسيان أو نوم فلم يؤدي الصلاة في وقتها بسبب ذلك، فإنه حين يتذكر يجب عليه المبادرة بالصلاة. في أي وقت تذكر يجب عليه المبادرة بالصلاة التي نسيها أو نام عنها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا تيقظ الإنسان أو تذكر فإنه يبادر بأداء الصلاة الفائتة في أي وقت حصل ذلك منه، فيصلي صلاة العشاء أولا ثم يصلي صلاة الصبح بعدها، يعني يصلي الفائتة أولا ثم يصلي الصلاة الحاضرة، ولا يصلي الحاضرة قبل الفائتة، لأن الترتيب واجب ولا بد منه. نعم، شكر الله لكم.